حكم اللقاء ادي عبد الله السعيد يا ولد، جول 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 عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في الدقيقة 72 كالمعتاد بيمارس عادته عبد الله السعيد ويضع هدف التعادل للنادي الاهلي. بص شوف عبد الله السعيد بيعمل ايه، بص شوف عبد الله السعيد بالتخصص، عبد الله السعيد بيعيد الاهلي مرة أخرى إلى اللقاء. بص شوف واحدة والتانية على طول، ما يقدرش يتصدى ليها أمير عبد الحميد علشان يعود المارد الأحمر بأقدام الموهوب عبد الله السعيد في دقيقة 72 بيعود ب